عاصروا انت محمد في ليلة ظلماء يا صغاري يغادر البدر من الجوار ويهجم الليل على النهار ويهبط الغم بكل دار والعدل في دوامة انتظار محيرا يبحث عن قرار والظلم يستحوذ في الكبار يأخذهم للتيه والدمار يسوقهم إلى طريق النار بظلمهم في عترة المختار بظلمهم في عترة المختار يا صغاري كانت الدنيا عبر من رآها قابلته بالصور يا صغاري كانت الدنيا عبر من رآها قابلته بالصور في ليلة فارقت المدينة رسولها وأصبحت حزينة في ليلة فارقت المدينة رسولها وأصبحت حزينة فارقت الهدوء والسكينة تنتظر المقاصد الدفينة والمنزل الذي سيقصدون بالهجمة العنيفة الخاونة والمنزل الذي سيقصدون بالهجمة عنيفة الخاونة بالهجمة العنيفة والقصة المؤسفة المبينة عن بطل قد أوثقوا يمينا يسوقهم عن بطل قد أوثقوا يمينا واستبعدوا بشكهم يقينا فأغرقوا الركاب والسفينة فأغرقوا الركاب والسفينة في ليلة فارقت المدينة رسولها وأصبحت حزينة فارقت الهدوء والسكينة تنتظر المقاصد الدفينة تنتظر المقاصد الدفينة والمنزل الذي سيقصدونه بالهجمة العنيفة الخؤونة بالهجمة العنيفة والقصة المؤسفة المبينة عن بطل قد أوثقوا يمينا
واستبعدوا بشكهم يقينا، فأغرقوا الركاب والسفينة، فأغرقوا الركاب والسفينة. يا صغاري قصتي منها هنا فاسمعوها، كل ما قلت دنا. يا صغاري قصتي منها هنا فاسمعوها، كل ما قلت دنا، كل ما قلت دنا. بكثير يأتيكم الغد، بكثير يأتيكم الغد. هاجموها، هاجموها وهي في الحجاب، فاستغاثت ألما تنادي. هاجموها الشيطان يوما حزبا، وصاحب الدار بعصر غربة يرتل القرآن يدعو ربا. ما رعاه إلا هدي الغضب يحاصر البيت قريب الوثب. ما أتعسى الأمر بتلك الحكمة، الصدق يقتال بصوت الكذبة، الصدق يقتال بصوت الكذبة. بأي حجم ستكون النكبة، بأي حجم ستكون النكبة. بحجم نزل يستغيث طب، بحجم نزل يستغيث طب. هاجموه سيدا يتلو السوار، فاجأوه وأتوه بالخطأ. هاجموه سيدا يتلو الثوار، فاجأوه وأتوه بالخطر. يا صليتي والخطب حتما قادم، وبعد هدك الدار آل هاشم، وبعد هدك الدار آل هاشم. ينكسر الضلع برجلي آثم، لو هاجموا من يحسب الجرائم، لو هاجموا من يحسب الجرائم، لو هاجموا من يحسب الجرائم. نار وكسر واعتداء الظالم، وصرخة من بضعة تقاوم. يا صبيتي والخاطب حتما قادم، وبعد هدك الدار آل هاشم. ينكسر الضلع برجلي آثم، لو هاجموا من يحسب الجرائم، لو هاجموا من يحسب الجرائم.
نار وكسر واعتداء ظالم وصرخة من بضعة تقاوم محمرة الوجه بكف لاطم مهيضة الضلع بفعل غاشم محمرة الوجه بكف لاطم مهيضة الضلع بفعل غاشم ما حسبت أن تهتك المحارب وأن يدك بيتها المسالم وأن يدك بيتها المسالم وأن يدك ليس تدري أي أمر تنتظر حالها ضمير وشديد وعسر ليس تدري أي أمر تنتظر حالها ضمير وشديد وعسر حالها ضمن وشد ألبسوها الحزن المؤبد ألبسوها الحزن المؤبد هاجموها هاجموها وهي في الحداد فاستغاثت هاجموها وهي في الحداد استغاثت لمن تنادي حاصروها بنت محمد حاصروها ويهبط الغم بكل دار والعدل في دوامة في ضاري محيرا يبحث عن قراري والظلم يستحوذ في الكبار يأخذهم للتيه والدمار يأخذهم للتيه والدمار يسوقهم إلى طريق النار بظلمهم في عترة المختار بظلمهم في عترة المختار يا صغاري كانت الدنيا عبر من رآها قابلته بالصور يا صغاري كانت الدنيا عبر من رآها قابلته بالصور من رآها في ليلة فارقت المدينة رسولها وأصبحت حزينة رسولها وأصبحت حزينة فارقت الهدوء والسكينة تنتظر المقاصد الدفينة تنتظر المقاصد الدفينة تنت
تنتظر المقاصد الثقيلة والمنزل الذي سيقصد دونه بالهجمة العنيفة الخاونة والقصة المؤسفة المبينة عن بطل قد أوثقوا يمينه عن بطل قد أوثقوا واستبعدوا بشكهم يقينا فأغرقوا الركاب والسفينة أو يا صغاري قصتي منها هنا فاسمعوها كل ما قلت دنا يا صغاري قصتي منها هنا فاسمعوها كل ما قلت دنا كل ما قلت دنا بكثير يأتيكم الغد هاجموها وهي في الحداد فاستغاثت يستجمع الشيطان يوما حزبة وصاحب الدار بعصر غربة يرتل القرآن يدعو ربا الصدق يغتال بصوت الكذبة بأي حجم ستكون النكبة بحجم نزف يستغيث طبا هاجموه سيدا تتلو السوى فاجأوه وأتوه بالخطأ يا صبيتي والخطب حتما قادم وبعد هتك الدار آل هاشم ينكسر الضلع برجلي آثم لو هجموا من يحسب الجرائم ينكسر الضلع برجلي آثم
لو هجموا من يحسب الجرائم، لو هجموا من يحسب الجرائم، نار وكسر واعتداء ظالم، وصرخة من بضعة تقاوم، محمرة الوجه بكف لاطم، مهيضة الضلع بفعل غاشم، محمرة الوجه بكف لاطم، مهيضة الضلع بفعل غاشم، ما حسبت أن تهتك المحارم وأن يدك بيتها المسالم، وأن يدك بيتها المسالم. ليس تدري أي أمر تنتظر حالها الطين وشديد وعسر، ليس تدري أي أمر تنتظر حالها الضمير وشديد وعسر، حالها الضمير وشديد وعسر، حالها الضمير وشديد وعسر. ألبسوها الحزن المؤبد، ألبسوها الحزن المؤبد، هاجموها هاجموها وهي في الحداد، فاستغاثت ألمًا تنادي، هاجموها وهي في الحداد، فاستغاثت وحضروا للنكبات الأعيا، حين أنوار المصطفى النبي ولم نبارح بعده بكيا، سيتركون المرتضى الوصية ويتبعون عاصيا شقيا، سيتركون المرتضى الوصية ويتبعون عاصيا شقيا، ويتبعون عاصيا شقيا، ثم ابحثوا لن تجدوا وفيا إلا رجالا تبعوا عليا، فاعتصموا بحبله وأخلصوا النية في لا سعيا، وأخلصوا النية في لا سعيا، سوف ينسى سوف ينسى القوم كل توصية، سوف تلقون ظروفا قاسية، سوف ينسى القوم كل توصية، سوف تلقون ظروفا قاسية، سوف تلقون ظروفا قاسية، سوف تلقون ظروفا قاسية. أحكي لكم عن قصة طويلة تبتدئ أحداثها المهولة، أحكي لكم عن قصة طويلة تبتدئ أحداثها المهولة،
مكة الطاهرة النبيلة وخالق قد أرسل رسولا فبلغ الأمر إلى القبيلة وثبت الشريعة الأصيلة فبلغ الأمر إلى القبيلة وثبت الشريعة الأصيلة حتى إذا ما أيقنوا وحيلة جاءوا إلى ابنته الجليلة حتى إذا ما أيقنوا رحيلة جاءوا إلى ابنته الجليلة بكل ضيل من ما رأت مزيلة وغادروها تشتكي عليلة حتى إذا ما أيقنوا رحيلة جاءوا إلى ابنته الجليلة بكل ظل من ما رأت مثيلة وغادروها تشتكي عليلة وغادروها تشتكي عليلة ثم ماتت من شديد واقعة وهي تشكو للإله ضارعة ثم ماتت من شديد الواقعة وهي تشكو للإله ضارعة وهي تشكو للإله ضارعة وهي تشكو وهي تشكو